اوبا، هلو جايز، مساء الخير وحياكم الله بالحلقة الثالثة من تحديات طاطا بطاطا سيزن 3. اختلفنا شوي بهالموسم هذا عن المواسم اللي طافت اللي هو الموسم 1. لا اختلفنا ان اختلفنا بالمحتوى. موسم 1 موسم 2، فهذا الموسم رقم كم؟ 3. يعني لازم تسوي كذي والله محسن هاللون لابق هذا على نفسك. صدق انا اشوفه حلو صراحه. عموما التصويت طبعا كله حق الجمهور والمتابعين، انتم قاعدين تصوتون لما يطلع وين؟ نهايه الحلقه. لا، الحلقه النهائيه يطلع بالكوميونتي يا جماعه، بالمنتدى عندي في القناه يطلع تصويت. أوكي. يمسح او قبل لا تنعرض هالحلقه هذه بنص ساعه، فان شاء الله هذول التصاويت. تصاويت جمع تصويت. تصويتات. تصويتات؟ لا، تصويتات. لا تصويتات. تصويت؟ هو تصويت وصوت، فهي جمع اساسا. شلون تصويت؟ لا، هذا الفعل من الجملة. نو بروبلم. لازم اعلمك اللغة العربية الفصحى. ان شاء الله. عموما يا جماعة، كل حلقة من تنتهي معناته التصويت موجود في المنتدى، لكن ما الحلقة اللي طافت امسح. ما نعرف النتائج، راح يبين معاكم ان شاء الله بالحلقة الأخيرة. فجاهز ان احنا نبلش العجلة ونشوف شنو ستايل اليوم وتحدي اليوم؟ لا، مجاهز. اي شنو تبي؟ نسوي قهوة بعدين نبلش التصوير. ما في وقت، خلينا نخلص رمضان عقب باكر. ادري بس شي عادي متوقع. خل نروح يلا حقنا عجلة. فكرة وشروط هالموسم، محمد ومحسن راح يكون لهم مهمة واحدة، ألا وهي أن يلبسون ممدوح لبس كامل من غرفة محمد خلال 3 دقائق بس. وبعدها نوصل لمرحلة التوتر، كل شخص له كروت يقدر يستخدمها ومميزات. أول كرت اللي هو كرت البواق، تقدر تستخدمه 3 مرات فقط، تسرق وتبوك قطعة من خصمك. الكرت الثاني اللي هو كرت الجوكر، تقدر تستخدمه مرة واحدة فقط، انك تعدل على اللبس كامل. الكرت الثالث اللي هو كرت الاستبدال، تقدر تستخدمه مرة واحدة فقط، انك تبدل لبسك مع لبس خصمك بالكامل. والكرت الاخير اللي هو كرت البلوك، يقدر يستخدمه الشخص علشان يمنع خصمه من اي اكشن يبي يعطي لمرة واحدة فقط. وبعدها نوصل لمرحلة الحكم، الحكم راح يقيم اللبس برأيه الخاص فقط، يساعدكم. وبعدها بعد ما تنتهي الحلقة راح ينزل تصويت في منتدى قناة محمد دييغو بعد الحلقة على طول، لكم التصويت، وراح يمسع التصويت قبل عرض الحلقة اللي بعدها بنص ساعة. خلونا نبلش. اوكي محسن. اوكي جايز. ليش طبخ داخل اذني؟ لازم. اوكي انزل، عندي لك مفاجأة. شنو؟ سكر عيونك، سكر حيل. لا لا، وخر يدك، سكر حيل. اوكي جايز، شي تمام؟ الجهة الثانية. اوكي جايز. انزين، بخير، حلو حلو. سو راح يكون عندنا 3 دقائق داخل غرفة الملابس مالتي، وراح يكون معانا ممدوح. اساس شو نسوي؟ اللبسة ونشوف شنو احسن لبس، انا ولا هو. اكيد انا. احنا ما راح نشوف، الناس راح تشوف. ايوه اكيد انا، لان هذا كبتك مو كبتي، فانا قاعد ابدع بكبتك. محسن لا تقعد. قاعد. هذه السالفه تدرون انا قلتها حق محسن قبل كم يوم. قلت له محسن تصدق برافو عليك ان انت بكبتي وقاعد تدل، تصدق ان انت ما تستحي على وجهك. ادري من زمان، وانت مو اول شخص يقول لي اياها للامانه. اللي هي؟ اني انا ما استحي. حلو هاللون عليك ما شاء الله. شكرا. ناجيه. عموما. أنا واضق. لا، أنت الحلقة اللي طافت أنت طقيت وصارت مشكلة. ما أعرف. نو. قول والله أنا. نو. حجر مقص من يطق. يلا. وحجر مقص من يبلش. أوكي. أوكي. حجر مقص. أنا راح أطق. يلا الحين يبلش. طق وفتش. أوكي. أوكي. يلا 3 2 1. نزل جوني. وخر. شوفه. الدائرة قاعد تفتر. روح هناك شوي. شوفوا. عندنا. أوه. شنو؟ شتوي كشخه. شتوي كشخه. سو 3 دقائق، الالوان كيفك وانا كيفي. ان شاء الله حجر مقص. راح اخليك تبلش اول. يلا يلا يلا. دقيقه.
يلا 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 اوكي. حد وانقص حد وانقص حد وانقص حد وانقص. خلاص جوني يعني لما نصور راح احطك بالقفص. لا انا ما ادري شنو كش تسوي كشخه فلازم اطبق عليك انت اول وتشوف. يلا 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 ثلاث دقائق لي بعدتي عشان نشوف. يلا انا بهالمواجهه او بهالحلقه جدا كنت فاشل لان لبس شتوي. الناس عليهم التصويت يا عزيزي، الناس عليهم التصويت. انا فسخت جاكيتي لان الصراحه لا بس كمان حق تنقال اللي هي انا حاس لبسي فوق بعض صدق. راح يبين لما ممدوح ينعرض حق الناس ويشوفون وبعدين اخر شيء يطلع معنا الحكم ويساعدهم. لا تلف علي مو هذه تدون ممدوح الارض مبعثر والله كسر خاطري ريول ايد فجد جد يكسر خاطر هالممدوح هذا. عموما انا جاهز حق النتيجه. انت جاهز؟ لا اوكي يا جاهز نشوف خلينا نشوف لبسي ولبس ولبس محسن. لحظه لا هذا هو جايز. اوكي جايز شفتوا الملابس yes. شفتوا اللبس اللي انا لبسته حق ممدوح وشفتوا محسن اللبس اللي لبسه حق ممدوح. سو قلت لكم فاشل انا مثل ما عارفين احنا بس لحظه كلمه حق تنقال يعني ماكو مقارنه اللي بيصوت لي يعني ما ادري محسن بعدين نهايه الحلقه قول شنو تبي. الحين احنا فقره التوتر لازم يبي يقرق بس يبي يقرق الصبي. احنا فقره شنو الحين؟ ايش يسمونه؟ التوتر. اوكي فيني لدغه ما اقدر اقولها. شنو هي؟ قولها ما هي فيني لدغة. قولها. التوتر. التوتر التبتب. ففي كروت تحتي وفي كروت تحتك اوكي. انا ما استخدمت من الحلقة الاولى وانت استخدمت صدق عشان نسوي رئيس اوكي. فانت الحين عندك كروتك تحتك تبي تستخدم شيء منهم ولا لا؟ فكذا بالكروت شنو الكروت؟ عندنا البواق تبوق قطع من عندي وعندنا بلوك أوكي. وعندنا تبدل تاخذ لبسي واخذ لبسك وعندنا الجوكر ان انت تضيف على لبسك قطعة. ما حسيتهم ولا شيء صدق ولا شيء ولا شيء. اكيد اكيد اوكي سو لان هذا تعبك ما حبوقك. انا مو صام ظالم ما بكت البنطرون بالحلقه الاولى خليته مفصل. اي كنت مستانس ان في اشياء لازم استخدمها فلازم اجرب الكروت بس الناس يفهمون اللعبة مو مشكلة. عيلا اخذوا حكم حلقة اليوم. السلام عليكم يا جماعة شلونكم شخباركم؟ معاكم بشاير بيش البشبش. اكيد اغلبيتكم يذكرون لان انا كنت معاكم موسم طاطا بطاطا 2 والحين انا معاكم موسم طاطا بطاطا 3 بس انا ضيفة
وحكم هالحلقة. اليوم للأسف أنا لا قاعدة نافس فواوي ولا قاعدة نافس دييغو، مع إن شي في حرقة بقلبي كان ودي نافسهم، بس مو مشكلة، ما تدرون يمكن أكون معاكم بالموسم الرابع. على قولة محمد دييغو، يب ما تدرون. طلع يا جماعة مثل ما تشوفون طلعت اللوكات قدامكم على الشاشة. أنا راح أتكلم عن اللوك اللي عجبني أنا، بس بالنهاية القرار لكم أنتو. أنا اللوك اللي عجبني أكثر على حسب اللي هو الكونسبت مال الحلقة، اللي هو يكون شتوي. اللوك اللي عجبني اللي هو اللي فيه سكارف وحزام مرتب، حسيته مال صدق كشخة. اللوك الثاني عملي أكثر، بس مو إنه حق كشخة وتروح مكان كذي وتقعدون تشربون قهوة وتكون قهوة فاهمين أنت بقى الحاجات دي. اوكي طبعا يا جماعة، بالنهاية انا كل اللي سويت ان انا فقط ساعدكم على الشيء هذا، وطبعا الناس اذواق وكل واحد يقدر يعطي رايه بالمنتدى عند محمد دييغو، تقدرون تصوتون حق اللي عجبكم. وطبعا كانت معاكم بيش البشبش، ورمضان كريم، عساكم تعدونا بكل خير. باي باي. طبعا المتابعين شافوا من الحكم معانا. الحكم ما له شغل بالنتائج، الحكم مجرد شي يسوي انه مجرد يقول رايه، بس انه ما له حقيقه منو حلو منو مو حلو او منو فايز منو مو فايز، لان التصويت النهائي لكم انتو. عندي سؤال قبل لا نختم، انت وين قاعد طالع، فوق ولا هني؟ فوق. لا طالع هني، شفت هني؟ هني. اوكي، بس تحس ان انت قاعد طالع الناس نفسهم يا ابو توتر يا توتف. اوكي شنو اسم الفقره؟ فقرة النهاية الحين. لا كانت شنو اسمها؟ فقرة الحكم. حلو مو مشكلة. أول يا جماعة التصويت الحين راح تلقونه نازل بعد ما تنتهي الحلقة، إذا ما لقيتوا سووا ريفرش لمن ينزل عندكم التصويت لكم. منو اللي فاز؟ رقم واحد ورقم اثنين، ما أدري من رقم واحد من رقم اثنين، طبعا أنتوا عرفتوا في الحلقة. يب يوم وترك، أنا محسن معاكم، وإن شاء الله إذا كانت الحلقة بريمير، أعتقد هي بريمير، إن شاء الله نكون معكم بالشات أنا ومحسن. يس. ياب 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 ياب. أقدر أقول لكم كان معكم محمد دييغو ومحسن فواوي. Much love and respect. باي باي باي. ليش تخربط محسن؟ تخرب. انظر. شنو؟ أنا الحين سويت مالتي هذه. يلا الحين تقول لي تبي. ما أدري. باي يا جماعة. أوكي.